في نقطة أخرى، أنا حقيقة يعني أكو رسائلكم أنتم المواطنين يعني لازم ألتزم بيها ووصلها. أنا شفت اثنين من أمهاتنا، واحدة من الرسائل حقيقة عن العفو العام، وأنا أضم صوتي للعفو العام وأهميته خاصة للأبرياء. يجب أن يكون هناك قانون عفو عام للأبرياء، مو لأزلام السلطة. أكو فرق، العفو العام السابق كان يصير لأزلام السلطة، لأزلام أي سياسي، للأبرياء. للأبرياء يا سيادة القاضي فائق زيدان، سجلها بتاريخك أنه يكون هناك قانون للعفو العام للأبرياء الحقيقيين. سجلها في تاريخك البحث عن المعتقلين الأبرياء، عن المختطفين، عن المغيبين، أن يكون هذا في وقتك. سجلها في تاريخك أنه اللي قاوم المحتل الأمريكي يجب أن يطلق سراحه إن لم تتلطخ أيديه بدماء عراقيين. وخلي يشوف هاي الأم. أنا عندي ابني معتقل أخذها من الملعب مال الطوبة، وحكموه ودعوة واحدة سواها دعوتين عليه، حكموه 20 ب20 40 سنة، وحاطينه في زنزانة بطل مي، ينطونه واحد من اليوم إلى باكر مي حار، وأطالب منه الله وجوه الطيبة، أريد من يغذول وليدي. وين ابنك؟ ابني بالناصرية دابينه محجر، هاي 6 أشهر ما شايفته. شو اسمه؟ أحمد عبد علي. أحمد عبد علي وأمه زهرة حسين. ألف رحمة لوالدك توصل صوتي، أطالب بالعفو العام، يفرج عنا ولادي. خواته 4، 9 سنين ما شايفاته، 9 سنين. أريد من الله ومن الجهة الطيبة توصلون كلام الكل شريف، الكل عفيف. أريدكم تنطونا عفو عام لولادنا، تبرونهم بالناصرية. أمه راحت تواجه جارتي، اندعمت بهم السيارة، الولد عمى ما ظل بيه ما يشوف، ابنه قام ما يشوف، ابن جيراني، ابني هم يعني هالشكل، يعني ليش يذبونه محجر؟ ليش؟ شو مسووه هو؟ مفجر؟ قاتل؟ مفجج؟ من الطابة أخذها ما أندله، يجلدون بيه. تعال اعترف على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، قلت لهم ما عنده كل شيء. فأنا أرجوك يا سيادة القاضي فائق زيدان، أنت كرئيس مجلس قضاء أعلى وشخصية عراقية محترمة، أنا أرجوك أنه تستدعي هذه الأم وتشوف قضية ابنها، وإذا بريء اطلقوا سراحة واطلعوا ببيان رسمي، أو عيدوا محاكمته إذا تم أخذ اعترافات تحت التعذيب، لأن هذه مسؤولية أمام الله، ترى أمام الله، أمامنا تروح، إحنا بشر، لكن أمام رب العالمين سيادة القاضي.